يقال إن من لا تاريخ له لا مستقبل له، ولأن الجزائر حبلى بالأحداث والانتصارات التاريخية النوعية لوحدها أحياناً ومع غيرها في أخرى، فإنها تبني علاقاتها بناءً على هذا الإرث النضالي الثري، ومن ذلك أحداث ساقية سيدي يوسف، محطة نضال مشترك ضد الاحتلال الفرنسي بين الجزائر وتونس، يستلهم البلدان منها للتأسيس لعلاقات وطيدة بل نموذجية، وفي التاريخ من التضامن والتعاون ما يؤكد ذلك. في الذكرى 66 يتجه البلدان الجاران إلى آفاق أرحب في علاقتهما على الأصعدة كافة، وبالزخم الكبير والتطورات الإيجابية التي عرفتها العلاقات في السنوات الأخيرة تكتمل الصورة. فمن الزيارات الرسمية على أعلى مستوى إلى التشاور السياسي لبناء التوافق البيني تجاه القضايا الإقليمية والدولية، إلى دعم التكامل الاقتصادي والتعاون الأمني. مع ذلك تستمر المساعي الدؤوبة لنقل العلاقات الجزائرية التونسية القوية أصلاً إلى مستويات أرفع، تلح عليها الأوضاع الإقليمية والدولية الملتهبة حتى انتهت سياسياً بمواقف متطابقة بشأن القضايا المشتركة، بل وبثبات على دعم القضايا العادلة في العالم وفي القضية الفلسطينية نموذجا. على الحدود الجزائرية التونسية تتجسد صورة تلك اللحمة أكثر، لحمة عززتها حركية تجارية وسياحية وثقافية جديدة على طول الشريط الحدودي، إلى جانب برامج للتكوين في مجالات السياحة والطاقة والبترول وإنشاء منظومة مشتركة للوقاية والإنذار المبكر والتدخل للحد من حرائق الغابات ومواصلة تعزيز التنسيق الأمني النموذجي في المنطقة. والهدف تطوير أكبر للمبادلات التجارية والاقتصادية في المجالات كافة. أما الفضل فلساقية سيدي يوسف الرافد التاريخي الذي بنى حلقات تلك العلاقات الوطيدة حتى انتهت بما هي عليه بين الجزائر وتونس.